السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. هنشوف مع بعض كيفية إنشاء قناة يوتيوب بطريقة بسيطة عن طريق الكمبيوتر. بعد ما شفنا الخطوة الأولى وهي كيفية إنشاء حساب جوجل أو حساب جيميل، لأن ده بنستخدمه في إنشاء قناة اليوتيوب. طبعا لو أنت عندك حساب ما فيش عليه قناة يوتيوب مش بتمشي مع الخطوة دي، هسيب لكم الخطوة الأولى في الوصف وهي إنشاء حساب على الجيميل. الآن بنشوف مع بعض كيفية عمل أو إنشاء قناة يوتيوب. نفتح صفحة جوجل الرئيسية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين بيكون عندك هنا في أعلى اليسار مربع، علامة المربع دي تضغط عليها. بعدين هنا بيكون عندنا مجموعة من الاختيارات، هنا حسابك وبحث جوجل والجيميل، وبيكون عندنا اليوتيوب. بنضغط على اليوتيوب، بتفتح لك صفحة يوتيوب الخاصة بيك بالشكل ده. بيكون عندك هنا في الأعلى اللي هو الحرف الاتش، ومعلومة حرف الاتش ده معناه ان ده أول حرف من اسم حساب الجيميل الخاص بيك أو اللي أنت أنشأته. يعني لو أنت مثلا اسمك محمد بيكون هنا حرف الام، أنت اسمك مثلا حازم بيكون هنا حرف الاتش، ونضغط عليها وبعدين بيظهر لك الاختيارات دي. بنختار استوديو يوتيوب اللي هو الاختيار ده، نضغط عليه. بعدين هنا احنا بصدد انشاء القناة، هنا بيديك الاسم، تختار اسمك هيكون ايه الاسم الخاص بيك على اليوتيوب، ممكن تغير الاسم زي ما انت عايز. وهنا في مرحلة مهمة يا شباب، وعلشان تفيدك وتمنعك انك تقع في الاخطاء مستقبلا، اللي هي بنود الخدمة في يوتيوب. طالما انت هتنشئ محتوى وهتكون خلاص عندك قررت تنشئ قناة، لازم تطلع على البنود بحيث ما تخترقش البنود دي وتتفاجئ ان قناتك بتم اغلاقها او تتعرض لسترايك، زي ما هنشوف مع بعض في المرحلة اللي جاية. طبعا بنضغط بعد ما بتختار اسمك، نضغط على انشاء قناة. بعد ما بتطلع منها تفتح لك الصفحة بالشكل ده، بتنزل تحت كده بيكون عندك هنا شباب كلمة الإعدادات، تضغط عليها. هنا بتكون الإعدادات الخاصة بالقناة، ودي إعدادات في غاية الأهمية، ولازم تتأكد إن أنت اطلعت عليها ومفعلها بشكل صحيح. اول خطوة يا شباب، انت لازم تتأكد ان العملة هنا تكون الدولار، يعني انت في هنا يكون عملات. لو انت عندك اي عملة تانية مكتوب اي عملة تانية غير الدولار، خليها اختار الدولار. ده هو الاعدادات العامة، اول اعداد. بعدين بنروح على القناة، بيكون هنا عندك المعلومات الاساسية، الكلمات الرئيسية. اول اختيار يا شباب يعني انت مثلا قررت تعمل قناة عن الطبخ، فانت بتختار هنا مجموعة كلمات خاصة بالطبخ، مثلا تعلم الطبخ مثلا، وبعدين كيفية الطبخ مثلا، المطبخ، والى اخره. على تشوف اكتر كلمات مرتبطة بالمجال اللي انت هتتخصص فيه وتكتبها هنا. بعدين بنزل على الاختيار اللي بعد كده اللي هو انت بتختار البلد، شوف انت البلد الخاصة بيك وتختارها، السعودية، الامارات، مصر، المغرب، الجزائر، على حسب بلدك تختار البلد اللي انت منها. كل البلاد بتكون هنا طبعا، مش فيش وقت ادور على البلد، فنختار اي بلد، بس انت لازم تختار البلد الخاصة بيك. انا بس بشرح فيديو توضيح. بعدين يا شباب بنروح على الاعدادات المتقدمة. يعني ايه اعدادات متقدمة؟
بيكون عندك هنا لو القناة الخاصة بيك مخصصة للأطفال بتختار أول اختيار اللي هو الاختيار الأول، لكن لو القناة بتاعتك مش مخصصة للأطفال بتختار القناة اللي هو الاختيار الثاني. لكن لو انت هتعمل فيديوهات متنوعة، فيديوهات للأطفال وفيديوهات غير مختصة بالأطفال، تختار أريد مراجعة هذا الإعداد لكل فيديو على حدة، تمام؟ وبعدين بتنزل هنا بيكون عندك عدد المشتركين، انت حابب انك تعلم على عدد المشتركين وتظهره ولا تسيبه مغلق. انا بنصحك انك لو ما حصلتش 1000 مشترك تلغي الخاصية دي وتخلي عدم عرض المشتركين في قناتي الا بعد طبعا ما توصل ل1000 مشترك. دي ما فيهاش اي ضرر بالنسبة لك، لكن دي نصيحة. بعدين بنروح للمعلومة التالتة وهي العلامة التجارية. يعني ايه العلامة التجارية يا شباب؟ لو انت ملاحظ انك لما بتشوف فيديو بيكون عليه هنا صورة في اليمين او في الشمال، بيكون فيه صورة صغيرة عبارة عن لوجو مثلا اشترك في القناة او صورة صاحب القناة ما الى ذلك، دي اسمها العلامة التجارية. بتختار تضغط على هنا اختيار صورة وبتحمل الصورة اللي انت عايزها، ودي بتكون العلامة التجارية الخاصة بيك. وبعدين تضغط على حفظ وبكده العلامة دي هتظهر على كل الفيديوهات اللي انت بتنزلها. وبعد ما بتخلص ده كله بتنزل تحت وبتضغط على حفظ. كده المعلومات الأساسية احنا عملناها. هنروح لمرحلة ازاي نحمل فيديو، ازاي نستطيع اننا نحمل فيديو على القناة. بيكون عندك هنا الايقونة اللي هي عبارة عن الكاميرا دي زي ما انت شايف، لما تضغط عليها بيديلك اختيار تحميل فيديوهات. اذا ضغطت عليها كده بالشكل ده يديلك هنا ممكن تضغط اختيار ملف وتروح للفيديو اللي انت عايز تحمله وتضغط عليه وبيتم تحميله مباشرة. طيب في مرحلة مهمة وهي تغيير الصورة الخاصة بيك، تغيير الصورة الخاصة باليوتيوب. بعد ما بتضغط هنا في الاعلى كده على كلمة الحساب بيظهر لك هنا قناتك تروح عليها. تمام. وبعدين يا شباب بتروح هنا على الصورة بتاعت القناة تضغط عليها تعديل صورة الملف الشخصي، تضغط تعديل. تمام. وبعدين تعمل إضافة صورة الملف الشخصي هيحمل لك الصور، وبتختار صورة من جهازك وترفقها كده. تمام. وبكده يا شباب هتكون انت انشأت قناة على يوتيوب وفي امكانك ان انت تستخدمها. يا رب يكون الشرح افادكم. متنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة. وإلى اللقاء.